نعم لارا، يعني بعد مرور 100 يوم من هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين هنا في قطاع غزة، هذه البقعة الصغيرة التي لا تتجاوز 365 كيلومترا بطول، يعني بطول لا يتجاوز 43 كيلومتر، هذه البقعة الصغيرة التي هي مكتظة بالمواطنين، مكتظة بالسكان، وهي البقعة الأكثر اكتظاظا في العالم. لا زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف أيضا المربعات السكنية والأحياء السكنية والمدن والبلدات والمخيمات في مختلف المناطق هنا في قطاع غزة. قبل يعني تقريبا دقائق من الآن الجيش الإسرائيلي قام بعملية نسف لمربع سكني كامل في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس. هذه المدينة التي تتعرض لعملية توغل منذ عدة أيام من قبل الجيش يستخدم الجيش الإسرائيلي كثافة نارية يعني غير طبيعية ومكثفة وعنيفة، حيث يقصف المنازل وأيضا المربعات السكنية، وكل ذلك يوقع أيضا المزيد من الجرحى في صفوف الفلسطينيين، والذين تم نزوح الآلاف منهم إلى أيضا المدينة المجاورة وهي أقصى الجنوب من قطاع غزة، وهي مدينة رفح التي أيضا تتعرض لغارات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا قصف بالمدفعية وبالزوارق الحربية الإسرائيلية، ما يوقع أيضا العديد من الضحايا في صفوف المواطنين الفلسطينيين وغالبيتهم من النازحين الذين نزحوا من المناطق الشمالية هنا من قطاع غزة، لكن أيضا في المنطقة الوسطى، منطقة المخيمات، المغازي والبريج والنصيرات ومخيم دير البلح ومنطقة الزوايد، هذه المناطق أيضا لا زالت تتعرض، ونحن في اليوم 100 من هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة لا زالت تتعرض لعملية قصف بشكل يومي يذهب ضحيتها العديد من أضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء وأيضا كبار السن. أما هنا في مدينة غزة وتحديدا في منطقة الشيخ عجلين ومنطقة تل الهوى، الجيش الإسرائيلي لا زال يتمركز في تلك المنطقة وتحديدا يقطع الطريق الواصل بين جنوب ووسط قطاع غزة من منطقة شارع 10 ومنطقة أيضا منتجع النور ومنطقة مفرق نتسريم، حيث يخوض المقاومون الفلسطينيون في تلك المنطقة معارك ضارية وأيضا اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي ويوقعون قتلى وإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين. أما في المناطق الشمالية لارا وتحديدا في بلدة بيت حانون أقصى الشمال من قطاع غزة، كان الجيش الإسرائيلي قصف بطائرة مسيرة، طائرة حربية بدون طيار، مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى سقوط 5 من المواطنين، يعني سقطوا ضحايا بينهم صحفي وهو يزن الزويدي الذي يعمل مصورا، حيث يعني قضى أيضا مع هذه المجموعة والذين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة. المواطنون أيضا هنا في ظل الأجواء الباردة والأجواء الماطرة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، خاصة المواطنون الذين هم في داخل مراكز الإيواء وغالبيتها مدارس تتبع لأروى، إذ أن المياه الأمطار الغزيرة التي غمرت العديد من الغرف الصفية في مختلف مراكز الإيواء وخاصة في المناطق المنخفضة كمنطقة الزيتون ومنطقة عسقولة في مدينة غزة، في مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين دخلت مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحي إلى الغرف الصفية، وتسبب ذلك في غرق هذه الغرف. أيضا في المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية من قطاع غزة المواطنون خاصة من النازحين عانوا نتيجة يعني الأمطار الغزيرة التي دخلت إلى المراكز الإيواء، وخاصة أنها أغرقت العديد من الخيم في مخيم جباليا إلى الشمال من القطاع.